عظمه جمهور النادي الاهلي. ما شاء الله. يعني تعودنا من زمان ان احنا نتكلم ونقول جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في ظهرنا وجمهور النادي الاهلي ورانا وجمهور، بس دي حقيقه احنا ما نقدرش ننكرها. وحقيقه على مستوى السنين كلها. احنا من غير توفيق ربنا وجمهور النادي الاهلي ما نسواش حاجه. طب جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل لعيبه النادي الاهلي، هو اللي عمل نجوم النادي الاهلي، هو اللي عمل انتصارات وانجازات النادي الاهلي. هنروح نشوف تقرير دلوقتي تبين عظمه جمهور النادي الاهلي، تجسد لنا عشق النادي الاهلي من جماهير النادي الاهلي العظيمه. هنروح نشوف اتنين من الاخوات من ذوي الهمم مكفوفين ولكن حريصين على متابعه مباريات النادي الاهلي في الملعب مع والدهم. نروح نشوف التقرير ونشوف عظمه جمهور النادي الاهلي ونرجع نعلق عليه. اولا ماشي بقى مع الامتحان مع الامتحان. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. حب الأهلي ملوش حدود وجماهير النادي الأهلي في كل مكان تروح تلاقي جماهير النادي الأهلي دايما بيسطروا عنوان للحب للانتماء للولاء لكيان كبير هو كيان النادي الأهلي. واحنا موجودين في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري هنا في ملعب الأهلي والسلام، لفت نظرنا اتنين من مشجعات النادي الأهلي اللي كانوا حريصين النهارده انهم يكونوا متواجدين لمساندة ومؤازرة النادي الأهلي في هذا اللقاء. خلينا نرحب بيهم ونتشرف بيهم على قناة النادي الأهلي. في البداية أنا برحب بأمل وأمنية، أمل وأمنية برحب بيكم على شاشة قناة النادي الأهلي. أمل مشرفانا ومنورانا على قناة النادي الأهلي. شرف ليا والله، أنا سعيدة جدا إن أنا مع حضرتك وبسجل مع حضرتك، وتحياتي لكل مشجعين النادي الأهلي وكل العاملين في النادي الأهلي والاستوديو التحليلي كابتن أيمن شوقي وكل ضيوفه. عايز اسالك بقى يا امنيه الاول بقى، انت جايه منين ويعني كام ساعه عشان نيجي الماتش النهارده؟ وقت قد ايه؟ جايه مع مين؟ احكي لي بقى القصه دي يا امنيه. اول حاجه انا برحب بيك طبعا يا استاذ فاروق، انا مبسوطه جدا ان انا دلوقتي يعني على قناه الاهلي، ده حلم اصلا بالنسبه لي، انا بجد مش مصدقه. انا من الشرقيه ومشوار طبعا اخذ ساعتين ونص. انا حلمي من زمان ان انا احضر مباريات الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا، ما بفوتش اي مباراه للنادي الاهلي، فبجد انا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده وده اجمل يوم بالنسبه لي النهارده. ده اول مباراه يا امنيه تحضريها للنادي الاهلي هنا في الاستاد ولا حضرت مباريات قبل كده؟ حضرت تدريبات للنادي الاهلي؟ لا دي اول مباراه احضرها، وان شاء الله ما تكونش اخر مباراه، دايما احضر مباريات ان شاء الله. انا كنت سامعك يا امنيه انتوا امل بتغنوا للنادي الاهلي، طب سمعينا الاغاني اللي كنت بتغنيها للنادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي عايزه تسمعكم. جمهور ده حماه، اوه على الحلوه والمره معاه، عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر الكون، عمري عشان الاهلي هون. عايز اسالك بقى وانتوا قاعدين بتتابعوا المباراه بقى، يعني مين بيوصف لك المباراه؟ قاعدين مركزين بقى الحاجات التفاصيل ديت، الماتشات بالنسبه لكم تبقى ايه؟ الماتش يوم الماتش ده بالنسبه لي يوم الاهلي بيلعب بجد انا بكون يعني بجد بيكون يوم جميل بالنسبه لي لان الاهلي هو اصلا هو حياتي. اكتر لعيبه بتحبي في النادي الاهلي عايزه تقولي رساله مين؟ كلهم ابطال، كلهم انا بحبهم كلهم، ولهم عاوزين ال11 ده طلب كل جمهور الاهلي ليكم. الدوري طبعا ايه عايزه تقولي لهم ايه يا امنيه؟ عايزه اقول لهم الدوري وال11 وكل البطولات. هتسيب حاجه يا امنيه؟ برافو 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 لسه مستمرين مع حضراتكم والاسره الاهلاويه اللي بنقول عنوان لكل جمهور النادي الاهلي. انا معايا في هذه الاثناء والد البنتين او الاسره الاهلاويه امل وامنيه الاستاذ عماد. استاذ عماد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي.
ودايما بنقول حب النادي الاهلي ملوش حدود، واعتقد يعني ابسط مثال وابرز مثال المثال هو امنيه وامل اللي شايفين حبهم للنادي الاهلي. والله الحمد لله والشكر لله، انا بحمد ربنا الاول ان ربنا اداني النعمه دي، والحمد لله عندي بنتين كمان مكفوفين وبرضو طالعين اهلاويه، وانا لما غنوا الاغنيه انا عيطت، لاني طبعا امنيه وامل حياتهم كلها هي الاهلي، وانا بحاول اوفر لهم كل حاجه عشان نقدر اساعدهم واوصلهم للي هم بيحبوه، بيحبوا الاهلي اكتر مني، يعني انا علمتهم يحبوا الاهلي اكتر مني بصراحه ربنا، والحمد لله رب العالمين، ودي نعمه ربنا اداها لي، والحمد لله والشكر لله، ودول حياتي وزمن الاهلي حياتي، هم كمان حياتي، وربنا يا رب يحببهم فيا شويه عن الاهلي. عايز اسال حضرتك يوم الماتش بالنسبه لك ازاي؟ يعني انتوا في الصيام، او يعني عايز اقول لك الاول كل سنه وانت طيب والاسره طيبه ان شاء الله، رمضان كريم. اليوم بالنسبه لكم ازاي؟ خارجين من الشرقيه الساعه كام؟ الكواليس دي هترجعوا الساعه كام؟ والله كل سنه وحضرتك طيب، وجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي طيبين، وربنا يا رب يجعلها ايام سعيده على مصر كلها. اقول لحضرتك ان انا جيت الصبح عشان ادخل الاستاد او اعرف بيدخلوا ازاي، لان انا مش عارف اتواصل اصلا عشان ادخل اتفرج على الماتش، فكلمت نقيب اسمه نقيب محمد ربنا يديه الصحه يا رب، فقال لي شاف الحاله يعني، وقال لي انا هحاول ادخلهم. فلما جينا طبعا معلش يعني برضو هم بيشوفوا شغلهم، فشوفنا صعوبه بصراحه ربنا، ولكن برضو الناس طيبين كويسين، ربنا يخلي الشعب المصري يا رب، والشرطه تعاونوا معانا برضو وحاولوا برضو ان هم يعني يدخلونا، والحمد لله رب العالمين. انا جيت الصبح ورجعت تاني الشرقيه، يعني احنا جينا الصبح حوالي الساعه 10 كده، ولما جيت طبعا النقيب كلمني وقال لي هدخلهم وبتاع، بس مش هينفع تقعد كل دول، فروحنا يا دوبك فطرنا، لو قلت لحضرتك ان احنا ما شربناش شاي، صلينا المغرب واحنا لابسين وجرينا عشان نيجي، والحمد لله رب العالمين. انا بحاول اوفر كل سعادتهم عشان خاطر حب الاهلي، ولو الاهلي في اخر الدنيا ونعرف نروح هنروح، والحمد لله والشكر لله، وبحمد ربنا تاني على النعمه اللي ربنا اداها لي، امنيه وامل واماني وجودي برضو مكفوفين الحمد لله، وطالعين برضو حياتهم بيحبوا الاهلي، والحمد لله والشكر لله بحمد ربنا، وبشكركم وبشكر كل الاهلاويه، وبشكر الكابتن محمود الخطيب، ونفسينا امنيه حياتنا ان احنا نتسلم على الكابتن محمود الخطيب وعلى اللعيبه ونتصور معاهم، دي امنيه حياتهم، يعني هم كانوا بيقولوا نفسنا نلط النجيله اللي لعيبه الاهلي بتجري عليها يعني، والحمد لله حاولنا كتير ولكن للاسف ما عرفناش. باذن الله في اقرب فرصه باذن الله، وعايز اقول لك ان انت في نعمه كبيره، وربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم، وباذن الله تشوفهم احسن ناس في الدنيا. والله الحمد لله والشكر لله، دي اغلى نعمه ربنا اداها لي في حياتي، والحمد لله والشكر لله، وهم سبب سعادتي في كل حاجه، الحمد لله والشكر لله، وامنيه وامل بيلعبوا كاراتيه كمان، دي اول حاله هتبقى على مستوى العالم، وان شاء الله عندهم بطوله الجمهوريه ان شاء الله في الشهر دون من 14 ل 16 ان شاء الله، وخدوا بطوله محافظه ومعاهم حزام اخضر، وبعلمهم كاراتيه ان شاء الله الكابتن محمد هوازن ربنا يديه الصحه يا رب، بيعلمهم كاراتيه، وقال لي ان شاء الله انا هفضل معاهم للاخر، وربنا يسعدهم يا رب، بحاول ان انا افرحهم علشان حب الاهلي، كله في حب الاهلي. اشكرك يا استاذ عماد، وشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا فندم، احنا شاكرين افضلك، وربنا يبارك فيك يا رب، والحمد لله والشكر لله. مع الامتحان